حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المشاهد نت: النائب العام في حكومة الانقلابيين يهدي ابنه سيارة اختلف حولها متقاضون. 26 سبتمبر، المعارك تعود إلى جبهة نهم والجيش يتقدم. وفي صحيفة أخبار اليوم: السفير الأمريكي: السعودية تحدد 3 شروط لحل الأزمة في اليمن ولن تتنازل عنها. الرئيس هادي في حوار مع صحيفة القدس العربي: مصممون على الحل العسكري مع الانقلابيين ومتمسكون بالدولة الاتحادية. أهلا بكم. تدهورت الحالة الصحية للصحفي اليمني يحيى الجبيحي المختطف من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء والمحكوم عليه بالإعدام. وقال بيان صادر عن اللجنة العليا لمتابعة قضية الصحفي الجبيحي إن الأنباء الواردة من داخل سجن مقر الأمن السياسي في صنعاء أفادت بتدهور الحالة الصحية للجبيحي الذي يعاني من مرض الربو المزمن، إضافة إلى كونه كبيرا في السن. وأضاف البيان الذي حصل موقع يمن مونيتور على نسخة منه أن معاناة الجبيحي داخل السجن تتضاعف بشكل سيء. وذكر محامي الصحفي أن الجهات المختصة في السجن ما زالت ترفض حتى الآن نقل الجبيحي إلى المستشفى للحصول على المعاينة الطبية الضرورية والعلاج اللازم، رغم الأوامر والتوجيهات الصادرة بذلك من هيئة المحكمة ومن النائب العام والنيابة المتخصصة. كشفت وثائق قضائية عن إقدام النائب العام في حكومة الانقلابيين والمعين من جماعة الحوثي عبد العزيز البغدادي على مصادرة سيارة نوع صالون كانت في فناء الشعبة الجزائية المتخصصة بصنعاء. وأكدت الوثائق التي حصل المشاهد على نسخة منها ذلك، وبحسب مذكرة صادرة عن الشعبة الجزائية المتخصصة، فقد طلبت الشعبة من رئيس النيابة الجزائية الاستئنافية المتخصصة مخاطبة النائب العام بإحضار السيارة إلى المحكمة نظرا لاقتراب عقد جلسة الفصل في القضية المنظورة أمامها. إلى ذلك أكد الناشط الحقوقي فيصل المجيدي أنه تلقى مراسلات أفادت بأن النائب العام عبد العزيز البغدادي صادر السيارة بشكل نهائي وصرفها لابنه. وقال المجيدي إن النائب العام رفض إعادة السيارة رغم المطالبات المتعددة، وأن المحكمة الآن أصبحت في حيرة من أمرها وكيف تتعامل مع هذه القضية بعد رفض النائب العام إعادة السيارة. فليجدوا لحديث ولايتهم الأسانيد الصحيحة وليفسروا الأمر الماضي كما يحلو لهم. لدينا ثورة 26 سبتمبر، إنها وصية الإنسان للإنسان. اليمنيون الأحرار وقد رفعوا يد اليمني وليا على نفسه. هكذا بدأ محمود ياسين مقاله المنشور في المصدر أونلاين مضيفا في أجزاء منه: الخلاف الآن بين أبناء 21 سبتمبر ليلة سقوط العاصمة والدولة وانكشاف اليمن، وبين أبناء 26 سبتمبر ليلة ميلاد اليمن الحر والدولة اليمنية الحديثة، وليس بين أبناء الصحابة. لقد استدعوا كل شهود التاريخ لإثبات حق رجل في خلافة نبي، الأمر الذي لا ننكره، ولا يعني هذا أن لهم حقا علينا. ما بالك أن يكون هذا الحق قد أخذ شكل الاستحواذ على حياة شعب. نحن أبناء هذا الوطن الذي أطلقت عليه الريح والأمطار اسم اليمن قبل 10,000 سنة، ولقد كان دولة أثناء ما كانت روما وحدها دولة. ذلك إرثنا، ولم يكن هذا اليمن قد تورط بشكل أو بآخر في صراع على وصية لا تعنيه ولم تلزمه قبل 1,400 سنة، فكيف يهتم لها الآن أو يدفع ثمن صراع مجموعة تاريخية في سياق تاريخ أمة تمتد من أواسط آسيا إلى غرب أفريقيا وليس في سياق اليمن التاريخي، ليقوم الآن بتقديم نفسه قربانا لما يظنونه انحرافا أثناء نقل سلطة النبي، عوضا عن أنه وبكل بساطة ليس لدينا فتوى أو موقف يقضي بحرمان علي، وقد نكن مشاعر تضامن تاريخية في أحسن الأحوال، لكن الآن
ليس لدينا ما يمكن التخلي عنه، ولن نقايض سبتمبر وتاريخ بلد بمعضلة بين الصحابة الذين نحبهم جميعاً ونتفهم جانبهم الإنساني، لكننا لسنا أبنائهم، وليس علينا البحث عن أي فتوى أو تفسير أو حديث غير سبتمبر، ذلك أنه اليوم الذي انتقل فيه الحكم من يد سلطة كهنوتية إلى يد شعب لا يمكنه مد قدميه للقيد مرة ثانية. سبتمبر حديث اليمني لليمني، هز الإنسان لحريته الداخلية. سبتمبر الحق الإنساني الذي لا يحتاج لأسانيد. سبتمبر روايتنا الأبدية، والباقي مجرد مرويات. في عنوان بارز تصدر الصفحة الرئيسية لموقع الموقع بوست، توكل كرمان تنتقد مستشارة ميانمار لصمتها على المجازر ضد الروهينجيا. وقال الموقع: أدانت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ما وصفته بالمحرقة المستمرة ضد أقلية الروهينجيا من قبل سلطات ميانمار التي تنتهك جميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. وقال توكل كرمان لقناة الجزيرة: من المؤسف أن جرائم الإبادة هذه تجري تحت مرأى ومسمع من المجتمع الدولي. وانتقدت كرمان مستشارة ميانمار أونغ سان سوتشي الحائزة على نوبل للسلام لصمتها على المجازر ضد أقلية الروهينجيا في بلادها. وأضافت كرمان أنها ناشدت مستشارة ميانمار ووجهت لها رسائل لوقف هذه المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة ضد الروهينجيا في ميانمار. وقالت كرمان إن النساء الحائزات على نوبل للسلام وعددهن 7 نساء وجهن أكثر من رسالة لمستشارة ميانمار لوقف تلك الجرائم، لكنها لم تستجب لهن. الجبهة التي توقفت فيها المواجهة لوقت قصير تعاود الظهور، ووفقا لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني فإن المعارك المتواصلة في نهم وسط مواجهة بين عناصر الميليشيا خلفت 21 قتيلة. وقالت مصادر لموقع سبتمبر نت إن معارك عنيفة تدور في عدد من المواقع في مديرية نهم بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الإنقلابية، وأن المعارك خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الإنقلابية بينهم هاشم حبيش نجل القيادي الحوثي بكيل عبد حبيش. في غضون ذلك واصلت مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية مستهدفة مواقع متفرقة للميليشيا الإنقلابية في مديرية نهم، قتل وأصيب على إثرها العديد من الإنقلابيين. في ذكرى سبتمبر المجيد، اذكرونا عندما تحتفلون بالنصر. تحت هذا العنوان كتب إسماعيل الشرفي مقاله المنشور في موقع سبتمبر نت مضيفا في جزء من المقال: يعمل الحوثيون منذ نشأة جماعتهم ومنذ سيطرتهم على صنعاء على تكريس فكرة الولاية، مستغلين مختلف المناسبات من أجل الوصول إلى الحكم واستعادة حكم الأئمة. مؤخرا روج الحوثيون لما يسمى بالولاية ليعلنوا بذلك عن هدفهم المتمثل بإعادة الإمامة إلى اليمن، والتي تم القضاء عليها في ثورة 26 من سبتمبر عام 1962، وأثار ذلك الرأي العام الرافض لعودة الإمامة والقضاء على الجمهورية التي انتشلت الشعب اليمني من التجهيل والمرض والفقر الذي كرسه الأئمة طوال فترة حكمهم. إنكم واقفون وثابتون اليوم سداً منيعاً أمام الإنقلابيين ومن عاونهم حماية لهذا الوطن الذي ظلم أهله وما زالوا بأيدي الإنقلابيين. إنكم اليوم تقفون كما وقف أجدادكم في سبتمبر وأكتوبر المجيدين أمام الاستبداد والطغيان والعبث بالدين والأمة. سيسطر لكم التاريخ ما سطره لأجدادكم، سيسطر بطولاتكم وتضحياتكم وبذلكم في سبيل تحرير الوطن من عبث الانقلاب المشؤوم الذي يريد أن يمتص خيرات البلد لمصالحه الشخصية، فاغتصب الدولة وفجر المنازل والمساجد ودور القرآن وشرد الأبرياء ونهب الأموال وانقلب على كل العهود والمواثيق التي أبرمت معه، فلم يرعى عهداً ولم يرقب ذمة. أيها الأبطال، تراودكم الأماني أن يأتي العيد وأنتم في بيوتكم، اطمئنوا فالعيد عيدكم والفرح فرحكم، ولا يعنينا من العيد سوى ما يأتينا منكم. فكل نصر تحرزوه وتقدم تحوزوه
وشهادة تحققونها وذرة من تراب الوطن تحررونها هي عيدنا وسعادتنا وفرحنا. إن دوي رشاشاتكم ومدافعكم بشارة وسعادة وخير تملأ قلوب إخوانكم وأهاليكم الأبرياء المستضعفين في كل أنحاء الجمهورية، ويستبشر بها إخوانكم المقيدون في سجون الإنقلابيين والزنازين. فاصبروا وقووا من عزمكم. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين أبرزها: السفير الأمريكي: السعودية تحدد 3 شروط لحل الأزمة في اليمن ولن تتنازل عنها، وعنوان من شبوة: الشرطة تضبط خلية إرهابية كانت تخطط لاغتيال عدد من قيادات الدولة، ومن تعز: الجيش يحبط هجوما على التشريفات والميليشيات تفخخ الجثث وتقصف الأحياء السكنية، ومن العاصمة المؤقتة: رئيس الوزراء يلتقي قائد الحزام الأمني ويشدد على ضرورة تسهيل مرور ناقلات النفط لتفادي انقطاع الكهرباء بعدن. نطالع في صحيفة الأيام: إخلاء 3 مرافق حكومية من النازحين بأبين. وقالت الصحيفة: سلمت لجنة الإنقاذ لأبناء زنجبار 3 مرافق حكومية سكنها نازحون خلال فترات الحرب. وذكر مصدر باللجنة أنه تم إخلاء مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب عقارات الدولة ومكتب الأشغال بعد التفاوض مع النازحين بالمرافق الحكومية لغرض إقناعهم بالخروج منها مقابل دفع مبالغ مالية للذين تضررت مساكنهم لاستئجار منزل لمدة عام. وأكد أن اللجنة تمكنت بجهود كبيرة بذلتها من إقناع بعض المواطنين المقتحمين بالخروج من المرافق. وأكد محمد عواض رئيس لجنة الإنقاذ لأبناء زنجبار في تصريح خاص للأيام أن اللجنة مستمرة في جهودها وفق تكليف محافظ أبين بالجلوس والتفاوض مع المقتحمين وإقناعهم بالخروج من المرافق والمنشآت الحكومية. إذا لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أجرت صحيفة القدس العربي حوارا مع الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، وعنونت الصحيفة في صفحتها الرئيسية: الرئيس اليمني: مصممون على الحل العسكري مع الإنقلابيين ومتمسكون بالدولة الاتحادية. ويرى هادي أن ما يجري في اليمن يرجع في الأساس إلى غياب العدالة والمساواة ووجود أفكار مضمونها أن هناك مركزا مقدسا وأن هناك يمنيين مقدسين فيما بعض المناطق وبعض اليمنيين غير مقدسين، وهي أفكار يجب مكافحتها. وذكر الرئيس للصحيفة أن هناك تنسيقا ضمن التحالف العربي لضبط الأمن في المناطق المحررة، مؤكدا أن عدم رغبة بعض الأطراف في إحراز تقدم عسكري في تعز يحسب على مكونات معينة هو ما يعيق تقدم المعارك في تعز. وأكد الرئيس أن خطوة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن منعت إعلان إفلاس البنك ومن ثم انهيار الدولة في اليمن، متهما الانقلابيين بمنع توريد إيرادات المناطق التي تحت سيطرتهم للبنك المركزي في عدن. وعلق هادي حول اليمن الاتحادي وأنه حلم إذا لم يطبقه اليمنيون اليوم فسيظلون في احتراب ربما ل50 سنة قادمة، ثم يدركون أن هذا هو المخرج من الحروب والانقلابات المستمرة. وحول عبارته المعروفة التي قالها عقب سقوط عمران بأنها عادت إلى حضن الدولة، قال هادي إنه كان يقصد بها محاولة لطمأنة الناس بأن الحرب ستنتهي وأن الدولة ستعود إلى عمران وأن الحوثيين لن يستمروا في السيطرة عليها لأنهم واقعون على مخرجات الحوار الوطني، وكنت أحاول تشجيعهم على الالتزام بالمخرجات، لكن صالح كان قد تواصل مع مشايخ القبائل الذين عزموا أمرهم مع قادة عسكريين معروفين على فتح الطرق للحوثي لتمكينه من دخول صنعاء بالاتفاق مع صالح على أساس لا تحاربونا ولا نحاربكم وتفضلوا خذوا العاصمة. وقال الرئيس إن الحوثيين أصبحوا أقوى من صالح الذي أدخلهم صنعاء لينتقم من خصومه، وأنهم لم ينسوا الحروب 6 بينهم وبين صالح ولم ينسوا دم حسين الحوثي وعملوا على إضعاف علي عبد الله صالح وهم اليوم أقوى منه، وأي مواجهة بين الطرفين ستنتهي لصالح الحوثيين.
تجنيد الأطفال في اليمن هو ما تناولته صحيفة الشرق الأوسط، والتي قالت بأن وثيقة كشفت عن إعفاء نحو 5000 طالب من الاختبارات في مناطق يسيطر عليها انقلابي اليمن، إذ وجه القائم بأعمال الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب بإجراءات استثنائية للطلاب المشاركين مع اللجنة الشعبية أو اللجان الشعبية. وتضمن التوجيه المستند إلى ما أصدرته اللجنة الثورية العليا إعفاء الطلاب المتطوعين في العمليات العسكرية في الجبهات الحوثية كافة من امتحانات الشهادة الأساسية، على ألا يقل المعدل العام لهم عن 75% وألا يزيد على 90%. وأكد التعميم أن الطلاب لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز الامتحانات بسبب التحاقهم بجبهات القتال في صفوف الحوثيين. وأشار التعميم إلى أن عدد الطلاب المشمولين بالقرار بلغ 2864 طالب في المرحلة الثانوية و1976 طالب في المرحلة الأساسية. كتب صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج عن المخلوع صالح ونهاية جولته مع ميليشيا الحوثي، وقال الكاتب في فقرات من المقال: يخطئ من يعتقد أن الحوثيين يمكنهم أن يغفروا للرئيس السابق علي عبد الله صالح ما ارتكبه أثناء الحروب الست التي خاضها ضدهم، فتكفي حادثة مقتل زعيم الجماعة حسين الحوثي وحدها للانتقام من صالح ومن كل إرثه السياسي، فكيف لو أن الضحايا كانوا 4 أشقاء لعبد الملك بينهم حسين، إضافة إلى عدد كبير من المقربين من دائرته. لا تبدو معركة صالح الأخيرة مع الحوثيين متكافئة، فقد صاروا قريبا من مخدعه، ودلت الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء مؤخرا على أن الرجل أصبح يدرك أن المعركة على وشك الوقوع، والحوثيون باتوا أكثر تحفزا لكتابة النهاية التي انتظروها طويلا، بل إن بعضا من قادتهم لا يتردد في التعبير عن توقه لهذه اللحظة. اعتقد صالح أن بمقدوره ترويض الحوثيين كما روض من قبلهم جماعات وأحزابا عمل معها سنوات، أخرجها من ميدان الفعل السياسي المؤثر كالحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح، وأراد أن يلعب اللعبة ذاتها مع الوافدين الجدد، إلا أن هؤلاء كانوا يحملون بذرة الانتقام من صالح وليس إخراجه من الحكم فقط، ولم تمنعهم رشوته السياسية بأن فتح لهم المعسكرات وحشد لهم القبائل لحصار صنعاء قبل إسقاطها في 21 من سبتمبر عام 2014 من فكرة التخلص منه. وقد تجلى ذلك في أكثر من مظهر، أبرزها التعاطي مع الأزمة المعروفة بجولة المصباح، حيث كان نجله صلاح على وشك أن يقطف رأسه من قبل أفراد نقطة أمنية قريبة من المساحة الجغرافية التي يهيمن عليها والده. في كل الأحوال لن يطول صبر الحوثيين على صالح كثيرا، بعد أن اعتقد واهما أن رشوته بمساعدتهم دخول صنعاء والتحالف معهم قد تكون جزءا من لعبة الرقص على رؤوس الثعابين، لكن الثعابين صارت على وشك أن تلتهم. إرما يضرب سواحل فلوريدا الغربية وسرعة الرياح تصل إلى 190 كيلومترا في الساعة، تقول شبكة البي بي سي في التفاصيل. ضرب مركز الإعصار إرما السواحل الغربية لشبه جزيرة فلوريدا الأمريكية في الوقت الذي خفضت فيه السلطات المختصة قوته إلى تصنيف 3. وحذرت السلطات الأمريكية من أن إرما ربما يتجه لاستعادة قوته مرة أخرى، وتشهد الولاية انقطاع الكهرباء والغاز بشكل كامل عن نحو 1 مليون منزل، كما غمرت المياه بعض مناطق مدينة ميامي الساحلية والتي وصل عمق مياه الأمطار في بعض مناطقها إلى 60 سنتيمترا. يأتي ذلك بعد ساعات من ضرب مركز الإعصار ذاته الجزر الجنوبية للولاية كإعصار من الفئة الرابعة. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار جزر كيز برياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة قبل أن يتجه إلى منطقة الشمال الغربي نحو ساحل خليج فلوريدا. صحيفة العرب الجديد تعرفنا على قرية لا أطفال فيها، وتقول: يشك سكان بلدة كوريبو الجبلية السويسرية على الانقراض بعد أن وصل عددهم إلى 16 شخصا كلهم على مشارف التسعينيات، في الوقت الذي سافر فيه جميع الشبان بحثا عن الحياة الحديثة في مكان آخر.
المجتمع المحلي للقرية الواقعة في منطقة تيتشينو لم يقف مكتوف الأيدي تجاه القضية، إذ كشف النقابة مؤخرا عن مشروع افتتاح فندق على أمل جذب الزوار في محاولة لإنقاذ القرية التي يبلغ عمرها 300 عام. وقال مدير السياحة في تيتشينو إيليا فرابولي: ستكون زيارة القرية لمدة أسبوع أو اثنين أمرا مرحبا به من قبل الكثير من الناس، على الرغم من بعدها 30 دقيقة عن أقرب مدينة. خطط السكان لتحويل 60 منزلا حجريا فارغا لم يعد معظمها مأهولا منذ عام 1950 إلى غرف مناسبة للسياح بين ليلة وضحاها، رغم عدم وجود أي مدرسة أو متجر في القرية ولا حتى الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة المعاصرة. الولايات المتحدة تكسب بعض المعارك، لكن المتمردين يكسبون الحروب. تحت هذا العنوان كتب بريان كلوفلي مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، مضيفا: قال الجنرال جون كامبل قائد كافة القوات الأجنبية العاملة في أفغانستان في الفترة بين العامين 2014 و2016 في كلمة له في كابول يوم 28 من كانون الأول في كابول: إن المتمردين يخسرون، إنهم يائسون، لكنهم لم يخسروا وليسوا يائسين. في 21 من أغسطس الماضي شرح الرئيس ترامب خطته للاستمرار في حرب الولايات المتحدة الناتو المستمرة منذ 16 عاما في أفغانستان، حيث من المفترض أن تكون الخطة قد احتوت على استراتيجية جديدة. لكن الغريب أن كلمته تضمنت الإعلان عن أن قواتنا سوف تقاتل لتكسب وسوف نقاتل لنكسب، مما يستدعي التساؤل: ألا تحارب الجيوش دائما لتكسب؟ وإن لم يكن الحال كذلك، فإننا قد نسأل من أجل ماذا قتل كل جنود ائتلاف الولايات المتحدة الناتو طيلة هذه الأعوام المنقوعة بالدماء، والتي استوجبت من دافع الضرائب الأمريكي دفع أكثر من تريليون دولار كلفة حرب غير قابلة لأن تكسب. لا يعرف ترامب عن أي شيء يتحدث عندما يعلن أن أمريكا سوف تقاتل لتكسب، لكن المقلق هو أنه لقي التشجيع من جانب الجنرالات الثلاثة ليقول ذلك، والذين يكن لهم هذا التقدير: الجنرال كيلي رئيس موظفيه، والجنرال كماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي، والجنرال ماتيس وزير الدفاع. وإذا هناك خطة أمريكية لتحقيق النصر في أفغانستان، ولكن يجب على حكماء واشنطن الموشحين بالأوسمة بقيادة المتهرب من التجنيد في حرب فيتنام دونالد ترامب، يجب عليهم التفكير في تو بأن الكسب في ميدان المعركة غير ذي صلة، ويستطيع هؤلاء التخطيط وإعادة التخطيط والتخطيط ثانية، لكنهم لن يكسبوا. تتحدث الصور الساحرة الملتقطة من معظم أنحاء العالم عن مجريات الأحداث في مختلف بقاع الأرض، لكن بشكل جمالي وفني يختزل المئات من الكلمات والجمل. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، نشاهد. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.